Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons. مرحبا شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم طلعت سفرة، طبعا قلت اتمشى على هذا الجبل الجديد. ما متمشى ابد ما شايفه. فاليوم صعدت، صراحة تعبني. شوفوا هالورد كلش حلو، قلت اذا لقيت شغلة حلوة اصور، ما لقيت شغلة حلوة ما يحتاج اصور. والله شغلة عجبتني اكتشفت، لقيت هنا معمل مال الصخور، معمل صخور يسوون من تراب الصخور ويحولوه تراب، بعدين يشدوه بتريلات يشيلوه ويودوه للسكنات. فشي كلش حلو. تركيا كلش حلوة، الحلو بيها هم المناظر الطبيعية، والحلو بيها الشغلة له الصنع. طبعا تركيا كلها تصنع بيدهم، كلش كل شيء صنع بيده، يعني ما يستورد مثلا من غير دول. ذاك من ذاك كم شغلة عود يستورد من غير دولة، مثلا امريكا واستراليا وذن الباقي والصين وغيرهم وغيرهم، ذاك من ذاك يستوردون، ولا هو كلها شغل ايدهم، كل شي شغل ايده. طبعا مثل ما قلت لكم كل شي صنع ايدهم. وشفت المعمل هذا، بعدكم معامل اخرى بس ان شاء الله هسوي لها حلقات اكثر واكثر، ان شاء الله اسوي حلقات على المعامل الجديدة. وحاليا راح ارجع للمنى، نسد الطريق على ما اعتقد، ماكو بس مقبرة، هاي منا ماكو شي بعد، ومنا مقابر. شوف الدجاجة هسه راح ننزل على هالصفحة. شباب وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، ان شاء الله نلتقيكم بحلقة جديدة. مع السلامة شباب.